قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ الدكتور عبد الدائم الكحيل، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية. الكثير من الأطباء ينصحون الكبار والصغار بضرورة غسيل الأيدي قبل الطعام وقبل أي شيء. نعم. فماذا عن الدراسات العلمية الحديثة بهذا الخصوص؟ الحقيقة هناك دراسات علمية كثيرة تؤكد على أهمية النظافة الشخصية بشكل عام، لأن هذه النظافة تقي الإنسان من كثير من أنواع البكتيريا الضارة. يعني يد الإنسان وجلد الإنسان فيه مئات الأنواع من البكتيريا الضارة، وهناك مليارات الخلايا البكتيرية الضارة الموجودة بشكل طبيعي على جلد الإنسان، وهذه لا يمكن إزالتها إلا بأن تغسل يديك بالماء. كذلك هناك مشاكل ظهرت حديثا، أمراض معدية نتيجة احتكاك البشر، نتيجة ملامستك للأشياء، لأنك عندما تلامس مثل طاولة، جدار في مكان عام، تلامس هذه الأشياء، فإن هذه البكتيريا تترك أثرها على هذا الشيء مثل الجدران مثلا أو المقابض أو غير ذلك، وعندما يأتي شخص آخر ليمسك بها يلتقط هذه البكتيريا. هذه البكتيريا صاحبها الأصلي جسده له مناعة ضدها لا يتأثر، ولكنها تؤثر على بقية الناس الذين أصلا جهازهم المناعي غير مهيئ لهذا النوع. وبالتالي ينصح الأطباء بضرورة غسل الأيدي لمدة يعني دقيقة أو دقيقتين على الأقل، بحيث تتخلص، ويقولون إنك تضمن من خلال هذه العملية تضمن إزالة أكثر من 99% من البكتيريا الضارة والتي علقت بيدك. كذلك يقولون في دراسة أخرى، إذا أردت أن يعني تقي نفسك من مشاكل يعني تتعلق أيضا في بموضوع الأمراض المعدية، ينبغي غسل الوجه أيضا، لأن الوجه هو وسيلة لالتقاط هذه البكتيريا عبر الهواء. والفم والأنف كذلك والعينين. وبالتالي يعني هذه النظافة الشخصية والتي تكررها عدة مرات كل يوم هي الوسيلة الرخيصة المجانية، بل إنها مجانية، والآمنة والفعالة لتجنب الكثير من مشاكل الأمراض المعدية والبكتيريا الضارة التي تنتقل إليك عبر هذه الأشياء التي تلامسها. ولذلك فإنك عندما تتناول أي طعام ينبغي أن تغسل يديك لكي لا تلوث هذا الطعام بالبكتيريا الموجودة على يديك والتي التقطتها من شخص آخر عبر الأشياء التي لمستها. دكتور، كيف وجهنا القرآن الكريم ونبينا محمد إلى هذا السلوك؟ طبعا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم ووجوهكم، فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. انظر القرآن يعني سبحان الله يبالغ في النظافة الشخصية. العلم الحديث يقول لك غسل فقط اليدين، القرآن أمرك بغسل اليدين إلى المرافق. لماذا؟ لأنه حريص على إزالة أي شيء، ربما إنسان يكشف جزءا من يديه. فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم أولا وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي أن كل الأطراف الأرجل ينبغي أن تغسلها 5 مرات كل يوم، لأن هذا المكان الأقدام راكدة ليس فيه حركة مثل أصابع اليد، وبالتالي يهمله الكثيرون ويصابون بمشاكل تتعلق بالقدمين. فجاء القرآن ليقول لك عليك
خمس مرات في اليوم أن تغسل يديك إلى المرافق، تغسل وجهك وتغسل الرجل وتمسح شعرك لتزيل آثار هذه البكتيريا. نعم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام زاد على ذلك المضمضة والاستنشاق. بالضبط. وجاءت الدراسات العلمية لتقول لك إن الذين يمارسون الوضوء على الطريقة الإسلامية تقريبا فمهم وأنفهم تقريبا يخلو تماما من البكتيريا الضارة. سبحان الله. سبحان الله. اللهم اجعلنا من المتطهرين دكتور. آمين يا رب. لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيك. شكرا وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان جود من الرحمن فتح الهدى جنات.